هل أغسطس قيصر ولد من عذراء زي الرب يسوع المسيح له كل المجد؟ إيه الشبهة؟ كالعادة ده كلام المشككين اللي يجيبوا لكم يقول لك 16 واحد مولود من عذراء زي المسيح، 16 واحد مش عارف إيه اتصلبوا زي المسيح. الكذبة الكتاب اللي طلع في القرن نهاية القرن ال 18 وبيكرروه الملحدين حتى الآن رغم ثبات الكذب. فبيدعي البعض إنه أغسطس قيصر زيه زي المسيح والمسيحية نقلت منه. اتولد من عذراء، ولأن أغسطس قيصر أهو قبل المسيح يبقى المسيحية نقلت الفكرة دي عن أغسطس قيصر. ده كلام المشككين إياه. هل الكلام ده صحيح؟ الرد الحقيقة أنا مش عارف فعلا إمتى هيتوقف هؤلاء عن تأليف شبهات أو تكرار شبهات معروفة إن هي كذب وليس لها أصل. لو يثبت شيء يثبت إنه مفيش شبهة حقيقية ممسوكة على المسيحية، عشان كده بيلجأوا لتأليف شبهات لا ليس لها أصل ويفضلوا يكرروها رغم معرفتهم إنها كاذبة. وده أيضا بيأكد إن المسيحية هي الأصل اللي بيحاول الكل تقليده. فالإجابة باختصار شديد ويكون الموضوع خلص، لأ، أغسطس قيصر لم يقول ولم يقال عنه في زمانه ولا غيره إنه ابن عذراء. الكلام ده غلط، واللي عنده دليل عكسي من زمن أغسطس قيصر أو من بعده بحاجة بسيطة يقدمه، أو من قبل المسيحية. مفيش الكلام ده. الموضوع خلص، يلا نخلص كده. أكمل شوية صغيرة. إيه قصة أغسطس قيصر؟ القصة الوحيدة عن أغسطس قيصر إنه عشان يدي لنفسه مهابة فيما بعد ادعى إن ابن الإله زيه زي حاجات كتيرة رومانية اللي هي الديمي جادز أبناء الآلهة. إنه عشان يعطي لنفسه هالة زيادة ومهابة زيادة في حكم، ده كل القصة. رغم أن أبوه وأمه معروفين كويس جدا ومين هم، وعمره ما قال الكلام ده ولا شيء فيه إلا فيما بعد توليه المنصب. فأغسطس قيصر عمره ما قال ولا اتقال عنه اتولد من عذراء على الإطلاق. ده كذب من المشككين، وزي ما بيقول المثل على المدعي الاتيان بالبينة. ف أطالب المشككين أن يقدموا دليل من المؤرخين الرومانيين من زمن أغسطس قيصر أو من قبل الميلاد أن اتولد من عذراء. ومش هيعرفوا، وأنا عارف أنه مش هيعرفوا. اللي عنده دليل حقيقي من المؤرخين الرومان مش الكتب الصفراء بتاعت القرن ال 18 وال 19 أن اتولد من عذراء يقدمه. وإن لم يستطيع، وأنا عارف أنهم مش هيستطيعوا، هيكون أثبت التدليس وتميز المسيحية، عشان كده بيهاجموها بالضراوة كل أبناء الشيطان. ايه قصة اغسطس قيصر باختصار شديد؟ اللي هقدمه ده موجود في الموسوعة البريطانية تحت اسم اغسطس قيصر، موجود في الويكيبيديا ومراجع الويكيبيديا وايضا مراجع اخرى باختصار هقدمها هنا. لن تجدوا لا في الموسوعة البريطانية ولا الويكيبيديا الانجليزي في كلامهم عن اغسطس قيصر انه ادعى او اتقال عنه ان هو ولد من عذراء، بل ابوه وامه معروفين كويس جدا. هو ابن اتيا وغايوس اكتافيوس، وده معروف في تاريخ الامبراطورية الرومانية. موسوعة الويكيبيديا تقول تحت اسمه ان ابوه البيولوجي اللي هو غايوس اكتافيوس غايوس اكتافيوس ده معروف في التاريخ كويس جدا قبل ما يتبناه يوليوس قيصر. اسم امه اتيا بالبا كاسونيا، وادي الختم اللي مرسوم عليه صورة أتيا أم أغسطس قيصر، وولدته أولا من زواجها من غايوس أكتافيوس. ففي الأول ولدت الابنة الكبرى اللي هي أكتافيا، يعني بنتها أتيا أم أغسطس قيصر، أو ما ولدت أو ما خلفت خلفت أكتافيا الأخت الكبرى لأغسطس قيصر اللي اتولدت سنة 66 قبل الميلاد. وبعدها أنجبت أغسطس قيصر هو الثاني على الترتيب اللي اتولد 63 قبل الميلاد بفرق 3 سنين عن أخته الكبرى. الكلام ده هتلاقوه موجود في الموسوعة البريطانية، في الويكيبيديا، في مراجع كتير بتؤكد نفس الأمر. ده ذكره كمان تاسيتوس في كتابه وكل هذه المراجع. فإزاي بعد تأكيد هذا الأمر بطريقة قاطعة يجي واحد مدلس ويدعي إنه اتولد من عذراء؟ ده أمه أنجبت بنت قبله
ليه بتكذبوا على المسيحية؟ ده كان من زواجها الأول. بعد موت زوجها الأول غايوس اللي أنجبت منه 2، البنت الكبرى وبعد كده أغسطس، تزوجت مرة تانية من لوكيوس ماركيوس، الكلام ده في سنة 56 قبل الميلاد، اللي عنده كان 3 أبناء وتوفت سنة 43 ميلادية. فازاي اسف 43 قبل الميلاد اخطات فازاي امه انجبت من ابوه اخته الكبرى اولا قبل اغسطس، ويدعوا المشككين ان هي عذراء وقت مولدته. انا حقيقة بتعجب من عدم امانتهم، والناس دي ما بتتكسفش ويقولوا شبهة ويكرروها وعارفين ان هي غلط، ويقولوا التانية ويكرروها وعارفين ان هي برضو كذب، وما عندهمش اي نوع من انواع الحياء في هذا الامر. المهم بس يمكن يقع في واحد من صغار النفوس يشككوه في المسيحية ويهتز في الإيمان المسيحي، وفعلا يفكر أن المسيحية نقلت من الحاجات السابقة فيها. بل حتى المؤرخ الروماني الشهير سوتونيوس اللي ذكر قصة أغسطس بعد قرن من وفاة أغسطس، ذكر أن أم أغسطس المتزوجة من سنين قبل أغسطس وهي خلفت أخته الكبرى، وده أكتر من مرجع يقول نفس الأمر. كل المراجع التاريخية تؤكد أنه ليه أخته كبرى من أبيه وأمه، وهي أوكتافيا الأكبر من أغسطس 3 سنين. فإزاي البعض يدعي أنه آتيا اللي خلفت أخته أوكتافيا من أبوه قبل أغسطس 3 سنين أنها كانت عذراء وقت ما أنجبته؟ ليه الكذب؟ أغسطس قيصر اللي تبناه يوليوس قيصر 44 قبل الميلاد وغير اسمه إلى غايوس يوليوس قيصر، بعد كده بسنتين أسس معبد قيصر وأضافه لاسمه لقب ديفاي فيليوس أو ابن الآلهة. ليه أضاف لنفسه ابن الآلهة حتى بالجامع؟ عشان بس يدي لنفسه مهابة، فأصبح اسمه غايوس يوليوس قيصر ابن الإله، غايوس جوليوس سيزر ديفي فيليوس. كل العمل ده ليه؟ عشان يقوي موقفه السياسي بصبغة إلهية، وده كان مقبول في الإمبراطورية الرومانية اللي تؤمن بتعدد آلهة وأنصاف آلهة. ده الكلام ده ذكره بلين الكبير نصا. وبالفعل في سنة 42 قبل الميلاد بالضغط مجلس السنت قبل اللقب ده ليه، وأصبح ده لقبه الرسمي، والكلام ده اتنشر وحتى مراجع أكسفورد تؤكد هذا الأمر. فهو مش لقب ميلاد، بل لقب اتألف له مع توليه المنصب، واستمر لقبه يتغير. فبعد كده سنة 38 قبل الميلاد أصبح اسمه الإمبراطور قيصر ابن الإله، إمبرور سيزر ديفي فيليوس، وبرضه ذكروا بيليني الكبير. بعد كده غير اسمه مرة أخرى في سنة 31 إلى الإمبراطور أغسطس قيصر ابن الإله بعد انتصاره على أنتوني وكليوباترا، وأصدر عملة بهذا اللقب. لكن ولا أثناء الكلام ده بالكامل، ولا المؤرخين حتى اللي ذكروا هذا الأمر في زمنه ولا بعده قالوا أن هو ابن عذراء. هو فقط ادعى أن هو ابن الآلهة كلقب ملوكي، وده كان موجود في الإمبراطورية الرومانية عشان يعطي لنفسه مهابة. عشان كده هو ادعاء كاذب غير أمين من المشككين. أولا هو ادعى فقط أن هو ابن الآلهة لأسباب سياسية، رغم هو مش ابن آلهة أصلا، عمره ما ادعى أن ابن عذراء، الكتابات التاريخية من زمنه عمرها ما ذكرت ذلك. أمه أتيا متجوزة وأنجبت قبله ابنته اللي هي ابنة اللي هي أخته الكبرى، فازاي ادعى أن هي عذراء بعد كل الكلام ده؟ ولا زلت أطالب المشككين يا إما يقدموا دليل يا إما يعتذروا، وأنا عارف لا هيقدموا دليل ولا هيعتذروا، وهيفضلوا يكرروا الشبهات بتاعتهم الكاذبة دي، ودي واحدة من 16 إياها اللي بيقولوها علشان هما ما عندوش شبهات حقيقية. ففي النهاية ده مثال يوضح لحضراتكم ان ازاي الناس دي لغوا الأمناء، وتسمعهم لما بيتكلموا بثقة شديدة تفكر ان الموضوع فعلا حقيقي، ولما تدور وراهم تلاقي كله كذب في كذب. ففي النهاية أرجو ما تصدقوش هؤلاء المشككين اللي بيتكلموا بدون مراجع، أو يجيبوا لكم مراجع صفراء من القرن 19 كلها كذب في كذب، وينقلوا من مشككين غربيين يهاجموا المسيحية
زيهم بدون دليل. اكتفي بالقدر ده لانه مش محتاج اكتر من كده، وكده بقى وفرت لحضراتكم وقتكم اللي اخدت جزء كبير منه في موضوع التطور. والمجد لله دائما، وربنا